هل الحسنات والسيئات تضاعف في مكة إلى 100,000؟ الحسنات تضاعف، وأما السيئات فلا تضاعف، لكن تغلظ عقوبتها، تغلظ لا تضاعف بالعدد، وإنما تغلظ بالكيفية. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. السيئة لا تضاعف، ولكنها يغلظ عقوبتها، تغلظ عقوبتها في الحرم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم.